بقصر المعارض افتتحت أمسية طبعته الثانية للصالون الوطني لمنتجات البحث العلمي تحت شعار البحث العلمي في خدمة المواطن، حيث تم تقديم أزيد من 600 منتوج، منهم 200 منتوج صادر عن مراكز البحث التي تمس العديد من القطاعات. ويضم برنامج هذه التظاهرة العديد من النشاطات الفكرية والثقافية لمدة 3 أيام. نوردين ربيع. عدد من الباحثين يحملون آخر إنتاجاتهم الفكرية آلات إلكترونية وأخرى خاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات الغذائية وعلوم المواد والطاقات المتجددة، كلها منتوجات تعود بالفائدة على السوق الجزائرية. البروجي هذا أو بعيد شوية على التخصص تاعي اكزاكتومون، مي هو تجار في الدومين ميكانيك، دونك ستان برا روبوتيك ولا برا مانيبولاتور كونترولي بار بروغرام او بيان. في الحاله هذه درت دو ميثود كونترول، بروغرام تعك به لو يقعد يدير انتاج سيكليك صديبو على البزوان انتاج سيكليك. أزيد من 650 منتوج، منها 209 منتوج صادر عن مراكز البحث، جميعها تنتظر من يدعمها ماديا، فمنها ما هو موجه للتسويق وأخرى تعرض لأول مرة. أول مرة احنا نشاركوا بهذا المعرض، إن شاء الله إذا كان المنتج تطور علميا يقدر يعني الجامعات تستعمله. قدمت أثناء العرض هذا منتوجين علميين، منتوج يوزن الاحتكاك تاع المواد، أي مادة نستطيع نعمل لو كوفيسيون فروتمون ديالها. المنتوج هذا عنده 4 سنوات هو يدرس في الجامعات الشلف. الصالون فرصة للطلاب من خلال البرنامج المسطر في هذه التظاهرة التي تتخللها محاضرات وورشات عمل لتطوير المنتوج العلمي لمختلف الكليات ومخابر البحث.